وشدد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبل خليل أن المواطنين أدركوا الحال الأمني وأهمية المحافظة عليه وعدم السماح بالعودة للمربع الأول نهائيا، وهذا يتحقق بالتكاتف مع القوات الأمنية. حتى نعزز قدراتنا الأمنية، حتى نحافظ على وضعنا من القادم. حتى أنت تدري مرات الناس فلاح بصير لا حول ولا قوة، هو قاعد ببيته وتنحاك عليه الأمور ويجي بس يسلم وتبدأ عادة نزوح ورجعة وروحة ورجعة. فإحنا نقول هذه المرة الناس واعية والناس ما تنطي بعد مجال مهما يكون، بس لازم احنا نحقق لها اشياء اللي تقاتل بيها وتقدر تدافع بيها عن وضعها. فالوضع الاقتصادي من يتحسن راح يتحسن وتلحظونه انتم. اما احنا الاساس والتحدي الكبير اللي عندنا هو الامان هسه في الوقت الحاضر، واحنا ان شاء الله ما نقصر في هذا الجانب. احنا انا كل الطريق انا والزعيم نسولف شلون راح نوفر هذا الماده وشلون نجيب هذه وفلان يحتاجون واريد اريد اريدك تحط لي. يعني احنا قمنا نشتغل ويا العسكر بتماس ويا اللواء قنديل، هو يعني ابن الديره والمنطقه وجاي تشوفون هو شلون جاي يشتغل بالموضوع. فاحنا ان شاء الله يعني العافيه درجات. المرحله الاولى ان شاء الله نرتب الوضع الامني ونرتب الفوج بالكامل بحيث يمسك الحدود وننسق القوات الامنيه الموجوده بحيث ما يصير تجاوز على الناس بحجه الامن. ايضا هذه ما نقبلها، نريد من يكون الفوج موجود راح يقل تدخل الاخرين. كل ما انت تمسك الارض اكثر كل ما الاخرين يقل تدخلهم في بهذا الموضوع.